أنا الأستاذ عبد الحفيظ الغرباوي مهندس تاريخ. وبعدين بقى فوق في الحال دوت. وده مدثر ابني. صلى على النبي في قلبك يا. أنا وأنا قدك كده كنت بمشي عريان في الشارع. الواد ده موهبة فطرية بصحيح. وإحنا النهاردة في بيت إخواتي. إخواتي. أحسن أب. السادسة ونصف مساء. رمضان يقربنا على الحياة.